شعب مصر عاش الشعب مصر عاش دم الشهداء ما راحش بلاش الحمله بتاعت شفيق اللي هي قالت لا ده احنا المتقدمين على محمد مرسي ب 500,000 صوت طبعا ده مدروسه مع المجلس العسكري ومع الحكومه عشان انصار شفيق وانصار محمد مرسي يخشوا في اشتباكات ويحصل فوضى في البلد والمجلس العسكري ياخد السلطه تاني بحق شرعي كدابين احنا الشعب كله على القنوات الفضائيه والعالم كله عارف ان مرسي نجح والكلام ده لو اتغير هنبقى من مجلس هيبقى من تزوير واحنا شبعنا تزوير وكذب ونفاق ومش هنسكت ان شاء الله نموت